ولا استوديو من شدة ما الإحساس مرتاح والناس بتشوفنا مع ضيوفنا رابعين الكل فوق بينا سما ودي لما غير سودانية استوديو فايف متوفر فيها صبنية استوديو فايف بندردش ونحكي عن أحوالنا والرايب في قلبي عفوية سادة المشاهدين تحية مسائية خالصة من بين سعيدين بأن نلتقيكم عبر قناة النيل الأزرق في برنامج استوديو فايف وحلقة جديدة إن شاء الله تستمتعوا بما نقدم. حلقتنا الليلة عن الإثارة، إثارة الجدل. تختلف الطرق والأساليب في تقديم الطرح، لكن في البعض بيشيز عن القاعدة مما يثير الجدل، فخلونا نتكلم ونتونس في الموضوع ده مع شخصياتنا وضيوفنا الليلة عبر قناة النيل الأزرق وبرنامجكم استوديو فايف. نرحب في البدء بالأستاذ محمد سيد أحمد. محمد سيد أحمد اشتهر بتصريحاته الحادة واللازعة في مجال السياسة والرياضة. مرحب بك. مرحب بك أستاذ طه، وبنقول للمشاهدين كل سنة وانتم طيبين، ونتمنى أن نقدم ما يرفد وينفع الناس إن شاء الله. شكرا لك، سعيدين بوجودك معنا الليلة. ضيفنا الثاني ضيف مثير للجدل بحق، بيعرف نفسه بأنه طبيب وقانوني وقاضي
وضابط في القوات المسلحة ووكيل نيابة وأستاذ جامعي وشاعر وملحن و و و و و بروف علي بلدو. تحية مسائية. وعليكم السلام. كان ده ما صح لأنه في أكرم من كده. لا أنا ما سمع قلت وا 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 أقوله كله. نظرهم كبير والله. طيب أنا أقوله بأول حاجة. والله. لا والله نقوله نقوله طوالي. نظرهم والله. طبيب نفسي وقانوني وضابط في القوات المسلحة ووكيل نيابة وقاضي وأستاذ جامعي وشاعر وملحن ومطرب ومادح ودرامي وعضو في ما يقارب 20 اتحادا 25 اتحاد مهني ببطاقات رسمية ما كيري ساي ما شاء الله ما كيري ما بدأ ساي. مرحب بك معانا في حلقتنا الليلة إن شاء الله. مرحب بكم كثير إن شاء الله. مشربنا كثير. الله يخليك. ضيفتنا الثالثة الأستاذ داليا الياس ما محتاجة تعريفها فخامة تكسير. مرحب بك أستاذ داليا الياس والمثيرة للجدل داليا الياس في الوسائط الاجتماعية. مرحب يا طه، سعيدة أنه أنا أكون معك للمرة الثانية في استوديو فايف وشاكرة جدا للسانحة، وكالعادة دائما بتقدم لنا فرصة عشان الواحد يوضح كثير من الأمور الملتبسة على المشاهدين، وإن شاء الله تكون إثارة جدل حميدة بإذن الله. لا أكيد أكيد هي حميدة لأنه إثارة الجدل أساسا الهدف منها أكيد ما حاجة. طبعا أنت ملك إثارة الجدل. الكلام ده كلموني لك بيه ونبهوني لك قال لي الليلة الناس دي ما حيخلوا في الموضوع ده. أخيرا وليس آخرا أحمد الجقر. أهلا يا طه يا حبيبي يا أخي. مثير للجدل. حلقة ملهلي بالليلة في جدل شديد يا حاج. مثير للجدل بطريقة عجيبة. نسوي شنو عاد؟ مولع السوشيال ميديا. والله قاعد تشوف الحاجات دي متابع والله يا حاج قاعد اشوف الحاجات اللي بتلاقيني يعني مثلا في صفحتي بتاع بلاقي، لكن البرة برة ده يا اخوي ما قاعد اشوفه والله. ولا بحب اشوفه ذاته. قول ما بحب اشوفه. سعيدين بضيوفنا الليلة معانا في سهرتنا برنامجكم استوديو فايف. في البداية نستمع لأغنية ونرجع بعد الفاصل نكمل الونسة إن شاء الله. طيب هنغني مليحة زي هي كلمات الفاتحة الجماعي للأستاذ الفاتحة الجماعي وألحان أحمد الجير. كويس دي المرة الثانية برضه يا جماعة يا صاحبي ده عجيبة كلمات الأستاذ حسن الباشا وألحان الأستاذ ناصر عبد العزيز. كويس ذكرت الحين. تفضل تفضل. لينا منه مليحة زي ألفين بقنا شاوي قلبي ذا شيء الله لينا منه مليحة زي فيني بقنا شاوي قلبي ذا شيء
وقلبي ذا شيء. السلام عليكم يا محمد. بندردش ونحكي عن احوالنا والرايب بقلبي عفوية. قلبي عفوية. رجعنا لكم مرة تانية وسعيدين بلقائكم في سهرتنا واستوديو 5 عبر قناة النيل الأزرق، وما زلنا متواصلين مع ضيوفنا الكرام الجميلين المثيرين للجدل، وهم بالمناسبة يعني مثيرين للجدل دي، دارين نعرف هل الموضوع ده مقصود ولا جه صدفة، لكن حنعرفه من خلال الحوار والونسة. بروف محمد، بروف دي كويسة والله. أنا أساسا مقامك المكتوب لي هنا حاجة كبيرة جدا جدا، فقلت شنو، حسيت بك إنسان متواضع، فقلت أقول لك أقل حاجة في الألقاب الموجودة بروف. لا دي ما بروف دي ما حقتي. يديك العافية. تخلالي بلده بعدين. طيب، معارض سياسي من العام 1985 89 معارض سياسي من 1989 و معارض رياضي حاليا او في الفتره الفاتت، صحيح. معارض كبير رياضي لاتحاد كره القدم تحديدا، صحيح. حكايه المعارضه، معارضه شنو؟ هل انت هاوي معارضه؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، به الإعانة بدءا وختما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. لعل جيلنا ده هو الذي صنع انتفاضة مارس أبريل، وكنا طلبة في جامعة أم درمان الإسلامية، واستطعنا تحريك الشارع السياسي. الكلام ده كان عام كم؟ عام 85. طيب ما معناته أنت معارض من العام 85. 85 صحيح. أنا لو وديت للإنغاز. أيوة، لا أنت من بدري، من قبل كده. أي صحيح، نحن في 26 مارس 85 استطعنا أن نقود حركة طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، ومن ثم نذهب إلى مجلس الشعب في ذلك الوقت الذي عرف الآن لاحقا بالمجلس الوطني، وكالعادة تصدت لنا قوات الأمن والبوليس، واستضافتنا بيوت وشوارع العباسية وبانت والعرضة، ومن ثم تمت الانتفاضة التي مكست 10 أيام من 26 مارس حتى 6 أبريل، والتي أنتجت نظام ديمقراطي بكل أسف لم نستطع الحفاظ عليه، حتى سطى عليه هؤلاء الذين لا عهد ولا دين لهم، هم الحركة الإسلامية، والذين أورثوا البلاد الشغاق والعنت والمشقة. ولعل واحدة من أبرز القضايا التي سترتبط بوصمة عار كبيرة في جبين ما يسمى بالحركة الإسلامية، وهي لا علاقة لها بالإسلام، هو انفصال الجنوب الذي غاتلنا سنينا عددا من أجل أن يكون السودان محتفظا بوحدته وبلحمته الوطنية، ولكن هؤلاء الذين يغدسون حركة الأخوان المسلمين على الوطن استطاعوا أن ينجزوا هذا الشغاق، وبالتالي نحن الآن جايين من جوبا، أنا جزء من قيادة الجبهة الثورية وشريك أساسي في مفاوضات جوبا، وجيت إلى الخرطوم قبل الكورونا، وبنفتكر أنه ما زال الهوى واحد في الجنوب وفي الشمال، صحيح الليلة نحن أصبحنا راسين، ولكن نأمل ونعمل على عودة أي شكل. الانفصال ده حاجة خريطة، صحيح صحيح، انفصال في خريطة يعني، أنا لكن وجدانيا صحيح. ولعل واحدة من المقولات المأثورة لتوت قلواك مستشار رئيس الجمهورية في جنوب السودان ومسؤول ملف السلام، والوزير ديوما توك، عندما تحدث الناس عن انه كيف الجنوب يستضيف مباحثات السلام، طلعوا في احتفال اقاموه لنظار الشعقية والجعالين والهواوير عندما كانوا جزء من مسار الشمال، قالوا نحن نعتز بسودانيتنا في الخرطوم، ولا تستطيع أي جهة أن تزايد على ذلك، لأنه نحن أولادنا الآن يقيموا في الخرطوم وبيوتنا في الخرطوم، ونحن عشنا حياتنا كلها في الخرطوم، وبالتالي نحن لسنا غرباء على السودان، حتى يقولوا إنه والله في دول أجنبية يعني تعمل على حلحلة المشكلة السوداني. انتظمنا في معارضة الإنغاز من 89،
وقدر لي أن أكتب البيان الأول باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي لمعارضة الإنغاز، واستمرينا في هذا الأمر وأكرمنا الله أنه كنا أول الداخلين إلى سجون النظام المباد في 27 ديسمبر وآخر الخارجين بعد نجاح الثورة في 11 ديسمبر. لكن الفترة الزمنية هي التي جعلتنا نكون يعني في المعارضة، مرقنا من 85 لديمقراطية لم تستمر 4 سنوات بفعل الكيد السياسي الذي نراه الآن والذي يعمل على تخريب قوى الحرية والتغيير. صحيح نعترف نحن كقيادات لقوى الحرية والتغيير أن هنالك أزمة داخل الحرية والتغيير نعمل الآن على تخطيها، ولكن ما زال البعض يتحدث عن الأنا، وما زال البعض يريد أن يصنع كل شيء لنفسه وينسى ويتناسى قضية الوطن والمواطن. ولذلك بنقول له أنت تريد أن تكرر ذات السيناريو القديم، ولكن لن يتأتى لك ذلك، لأن الشارع السوداني الآن كله واقف، هو حاجز لهذه الثورة. ده في سياسة، أنت معارض في الكورة، علاقتك بالكورة والمعارضة شديدة في الكورة برضو. سبحان الله، يعني غاية الحال برضو نمسى أو حيكون خشية السجن في الكورة برضو. والله يعني أنا دي أحكي عليه، أنت عارف دي أنا القصة دي عايزك تحكيها لي، بس شنو عايز أمشي أغير وأجيك راجع. بس بروف علي بلدو، طلع البروف علي بلدو، معليش أنا مقسم. بروف علي بلدو كل واحد ألقاب كثيرة، ألقاب كثيرة جدا جدا. البعض بيتهمك إنك أنت باحث عن الشهرة وإثارة الجدل. أول حاجة كلمنا عن الألقاب دي، هل هي حقيقية ولا لا؟ وبعد ذاك أتكلم لنا عن إنه هل أنت هاوي إثارة الجدل؟ أول حاجة كلمة إثارة الجدل دي منو قال ذاته؟ كويس، ورينا القالة منو. هل في معيار معين فلان ده مثير للجدل ولا ما في معيار؟ هو المعيار إنك تخرج تطلع من العادة، دي الحاجة الأولى. أيوة. الحاجة الثانية، هل إحنا مجتمعنا ده أموره كلها خلاص بقت تمام ومرتبة ما محتاج يتكلم فيها، ولا عندنا حاجات داسينها ومقدمينها؟ أكيد طبعا أكيد. السؤال الثالث، هل الزول بيقول الحقيقة هو دائما بيكون مثير للجدل؟ هل في ارتباط بين الحقيقة وبين إثارة الجدل؟ دي ثلاثة أزيلة مهمة جدا. إحنا لما نقول إنه والله يا أخي الزول ده عنده كم حاجة، 1 2 3، قال لما عملت ما قلت لزول تعالي أنا قاعد في مكتبي، ناس بيقولني براهم بيسألوني أنت شنو، أنا كذا، تاني شنو كذا، يمشوا اكتبوها في الجرايد، منو إثارة الجدل أنا ولا هم؟ هم اللي بيفتشوا. دي الحاجة الأولى. لا هم جوك لأن عارفين إنك أنت راجل صريح وواضح. أنا أقول لك حاجة، أقول لك حاجة. أيوة. أنا قاعد في عيادتي، جوني بيعمل درامين، قال لي يا أخي أنت زول درامي، قلت لهم أنا درامي وريت درامي، أكتب لنا مسلسل. كتبت لهم حاجة اسمها بيت الجاروس وأمي العزيزة والخازوق، كم مسلسل؟ هو مشى في الإذاعة والتلفزيون. جاوا لي وتاقي إنه أنا عضو في اتحاد الدراميين. أجاهري لخاطر الأخوة منه، قال له أنا ولا هم؟ هم جوك لحد عندك والله. كويس. اتحاد الفنانين. قال لي دكتور علي يا أخي أنت زول عندك حس غنائي. عندنا فنانين نكتب لهم أغاني. كتبت لهم أنت يعني لسه ما وحشتك. وزهر البنفسج لما شفتك كم أغنية ومشت. وفعلا عملوا لي اختبار صوت ونجحت فيه. يا سلام. وغنيت فعلا. يعني هم اللي كانوا بدأت نفسي بقى شوية واضح في التحدي فنانين. وهكذا. الحاجة المهمة الثالثة برضه في الموضوع ده، إنه حكاية يقول لك والله فلان ده بحث عن الشهرة، كلام ده غير حقيقي، لأنه في حاجات بتجي بطريقة شنو؟ بطريقة تلغائية. نعم. وزي يعني أنت قلت قبل في حاجات مغطية تجي بطريقة شنو؟ بطريقة تلغائية جدا جدا. أيوة. مثلا في مجال الصحافة، مجال الكتابة الصحفية دي. أيوة. أول جريدة كتبت فيها كانت جريدة الرأي العام الذكر. أول كتابة كتبتها كانت في الصفحة الأخيرة. أول عمود أكتبه كان في الصفحة الأخيرة. الصفحة الأخيرة دي طبعاً هي الأعلى مشاهدة. أيوة. صح؟ أيوة. ورث التحرير الوقت ذاك كان قال لي والله العمود بتاعك ده ما محتاج أيوة أدخل فوق يدي. يا سلام. المحرر العام ودير التحرير مشى رج هنا. بعد شوية بقت الحكاية شنو؟ بقي صح. الدقة صح. بقت ماشى. إذن الناس عندهم فهم غريب. في أشياء بتجي بالصدفة. هم يمنعون أن يا ربنا يرزق زول حاجة معينة. الهم من ده كله انه الناس بقت عندها فهمها محدود، انه والله يا اخي فلان ده مثلا الاستاذ
صحفي معناه لازم يكون هو شنو؟ صحفي فقط، ما عنده ثاني أي اهتمام بشيء. عندنا أفقنا أفق ضيق، ما في انفتاح على العالم، ما في انفتاح فكري أو تلاقح ثقافي. إحنا مجتمع يعاني من الكبت والغهر والغبن والظلم. ده تصريح بالمناسبة، هذا تصريح. يعاني كثير جدا من درجة عالية من الدغمسة والجغمسة إلى الدغمسة والجغمسة دي إلى هذه اللحظة. الدغمسة والجغمسة حياة غير أسماء. عندنا مجاعة نقول لك والله دي فجوة غذائية. هي مجاعة فجوة غذائية ولا دي فجوة غذائية؟ عندنا مشكلة غبلية ناتجة من العنصرية في مجتمعنا السوداني، نقول لك والله ده احتكاك بين مجموعتين غبليتين، مجموعة ألف والمجموعة باء، زي حصة الفيزياء والكيمياء. هل في إغماء أكثر من كده؟ هل في تغيب لعقلنا الجمعي أكثر من كده؟ أيضا نحن بنحب نمشي الحاجات زي ما احنا اخذناه اول. عندنا احنا حاجه اسمها التاريخ الاحتفالي. الاستغلال 1956 الناس كلهم يهتفوا، اسهل رفع العلم وتعال واحضنوا بعض، وده كل اكاذيب في اكاذيب. اذا احنا قعدنا شفنا حصل شنو في 1956 نلقى ده كان اكبر تشوه في تاريخ الحياه السياسيه السودانيه لهذه اللحظه. لكن احنا شنو يا استاذ طه؟ دارين نعيش في تاريخ احتفالي، نهتف ونحتفل، وكل يوم عندنا احتفال، مرة أحرف أولى، مرة أحرف كبيرة، مرة أحرف في النص، كل في النهاية لا يسمن ولا يغني من جوع. ده الحاصل. هو لا جدل ولا يحزنون. هو ده رأيك أنت. نعم. وبتطرحه بكل صراحة. نعم. بالتالي المتلقي هو اللي بيثير الجدل، أنت بتتكلم عن حاجات أنت شايفها من وجهة نظرك. الناس براهم هم اللي بيثيروا الحاجات دي حولهم، ودي احنا بنسميها في مجال النفسي ما يسمى بالحيل النفسية. الإنسان عدو ما يجهل. لما تقول لغير حقيقة صادمة يقوم ينكرها، يعمل فيها مفاوضات، يحاول أنه يستقبلها بطريقة ثانية، يرفضها نتيجة لأنه بتثير في جواه أشياء غير حميدة، هو بحاول أنه يتخلص منها عن طريق شنو؟ رمي الآخرين بدايه ثم ينسل ويعمل فيها رايح بعد. حنتناقش في النقطة دي في جزئية أستاذ محمد حيتكلم فيها. تحت الاستغلال والرئيس أسهر دي ختم لنا الحلقة. أستاذة داليا أتكلم ولا أنت تتكلم؟ طيب إثارة الجدل معك طبعا، يعني أنت شخصية في الفترة الأخيرة في المجتمع السوداني اسمك بيتذكر كثير جدا جدا. والله ده أنا بعتقد أنه احتفاء واهتمام، وزي ما قال علي أنا ما عندي فيه يد. يعني إذا كان التردد الكثير لإسمي في لسان أي زول باعتبار أنه أنا زول بقول كلام مجرد يعني زي ما بقولوا هطرقات، فكان من باب أولى أنهم زي يعني ما يشتغلوا به أو يتجاهلوه أو يتجاوزوه. طيب هو الناس اعتراضوا، لكن احتفاءك بالكلام اللي إحنا بنقوله أو بآراءنا الشخصية، أنا بصر إنها هي آراء شخصية. أنا عاوز أقول لك إنه الجمهور بيتكلم عن الأسلوب اللي أنت بتقدمي به المشكلة أو وجهة نظرك، الأسلوب اللي بتتعامل به داليا الياس مع المشكلة. أنا ممكن يا طه من خلال الحلقة دي أعترف لك بإنه أنا واحدة من المشاكل الحقيقية إنه أنا زولة قد أكون تلقائية وعفوية أكثر من اللازم. وأنا برى انه دي محمده، انا ان شاء الله يعني ما اضطر انه انا اتنازل عنها. فيها شيء من السلبيه؟ فيها شيء من السلبيه في ردود الافعال. أيوة. لكن أيوة. بيني وبين نفسي انا بكون متصالحه جدا مع نفسي، لانه صادقه مع نفسي قبل ما اكون صادقه مع الاخرين، مهمومه بالناس، نواياي سليمه، دي كلها بتخليك انت زول تلقائي، زول عفوي، زول زي ما بيقولوا القلب في قلبك على لسانك. اما ردود الافعال هي الممكن تصنفك بعد ذاك انت مثير للجدل، انت باحث عن الشهره، انت زول ممكن يتهموك حتى بالانحراف السلوكي في نفسك، لانه كثير من التصريحات بتترد لك يعني، ودي واحده من الاشكالات الكبيره. لانه في النهايه يعني شئنا ما بين كان انا كان دكتور علي كان استاذ محمد كان احمد، احنا ما ناس عاديين. يعني انا تحديدا داليا الياس دي ما امراه تقليديه قاعده في البيت هفت لي فجاه انه انا اقوم اقول لي كلام اعمل به بربغندا ولا اعمل به جوطه ولا الفت به والانظار. انا زوله لي 10 سنوات متخصصه في الكتابه الاجتماعيه. طيب انت في وقت من الاوقات انتقدت الناشطه وئام شوقي وئام شوقي انتقدتها في اسلوبها اللي تناولت به القضيه،
انا شايف انه نفس الحاجه اللي انت انتقدتي فيها. ما في مقارنه يا طه، ما في مقارنه. انا لما اتكلمت عن وئام للتحيه والتقدير ابتدرت كلامي بانه انا ما عندي اي تحفظات على سلوك الشخصي، ما عندي دخل بتفاصيله، كان لبسها، كان طريقتها، كان حياتها عامله كيف. بالعكس يعني كمان يعني اشدت بانها هي في نظري فتاه عصاميه قدمت نجاحات كبيره لنفسها ولمجتمعها، لكن كان تحفظي كبير كأم. حتى انا قلت انه لو كانت دي بنتي واتكلمت قدامي مع زول كبير في السن ايا كان هو شنو ولا شغال شنو ولا قال شنو بالطريقه اللي اتكلمت بها وئام دي، كان انا حيكون عندي راي لانه كان الموضوع بعينيني كأم. طيب انت الموضوع بعينيك كأم، انت ناقشتي قضيه مست كل قطاع الرجال. لا انا بتحفظ عليه كل دي طبعا يا طه، وما افرض طب ليه انا بقول لك كل انا ليه؟ كان عندي طبعا لانه يا جماعه الخير بيخص والشر بيعود. قاعده عسكريه ما عندي قاعده. ايش قلتوا مدنيه؟ ايوه قلتوا مدنيه؟ ايوه ما خلاص ما تتكلموا بالقواعد العسكريه. لا دي ما قاعده عسكريه. لا دي قاعده عسكريه، دي قاعده عسكريه. انا ما اعرف العسكريه صراحه، ما فاهم فيها كويس. انا اول شيء ما بتحفظ على كلمه كل، لانه انا كلامي ما كان فيه تعميم، انا كان فيه تبعيض واضح. المشكله الاساسيه لدى يعني المتلقي. انت قلتي بعض؟ انا قلت بعض يا جماعه، ده تاكيد وده يعني انا اكدته 100 مره. وريهم التصريح بتاعك. يلا طه انا اقول لك كلام. هل تعلم انه 70% من الناس، ما حقول انتقدتني لانه ده ما انتقاد، الانتقاد بيكون موضوعي ما فيه شخصنه ما فيه اساءه. 70% من الناس اللي هاجمتني هجوم عنيف لم تتعرض له سيدة في مطلق العالم، ما حقول السودان بس، ما سمعوا كلامي أساسا. أنا في ناس منهم دخلت معهم في نقاشات، لقيتهم في مجتمعات، أخذنا وأدينا، في النهاية بنخلص منه يقول لي أنا أصلا ما حضرت المقطع بتاع الفيديو. معقولة؟ والله العظيم ربنا على ما أقول شهيد. بتكتشف إنه الناس اكتفت بالعناوين البارزة، ودي واحدة من إشكالات المجتمع السوداني، إنهم ما بيتبينوا الحقيقة، ما بيبحثوا عنها. بعض المجتمع السوداني. أيوة بعض المجتمع. أيوة السوداني. يلا دي المشكله، ما بتبين الحقيقه. أيوة ما بيبحث عنها، ما يعني في كثير من الاحيان ما بيعمل ذهنه او مخه او امكانياته في التبرير والتفكير الواقع المنطقي عشان يفسر الحاجه، وبعد ذاك يكون عنده رده فعل تجاهها للاسف الشديد. وبالمقابل بنفس المستوى استمعت به والاساءه، واستمعت به والتهديد اللي تعرضت له، واستمعت به حاجات كثيره ما يعني كانت اكبر بكثير من الحاجه اللي انا اتكلمت فيها، بدافع من محبه وتقدير للمجتمع ومحاوله لفت النظر لمشكله كبيره عندها تداعيات كثيره. وزي ما قال الدكتور علي، الناس بالمناسبه بتكون عارفه انه الكلام صح. الكلام لو ما صح يا طه ما بيعمل كل الهيلمانه دي. كويس. فبنفس المستوى اللي انا يعني اتكلمت به وكنت حسنه النيه جدا، وكان عندي يعني رغبه اكيده في لفت النظر عشان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه، واولادي واولادك واولاد غيرنا يعيشوا في مجتمع معافى وفي حياه كريمه. رده الفعل كانت شخصيه بصوره مريعه. كويس اتحسبت علي. انا بقول للناس انا زولا تكلمت من منبر الكاتبه الاجتماعيه، كاتبه الراي. كاتب راي ده بيقول رايه الشخصي في مشاهدات ووقائع ومعلومات توفرت له وقد لا تتوفر لاي زول. فكنت بتمنى انه احنا نكون على قدر من الوعي. وبالمناسبه المجتمعات قريبه جدا، والموضوع ده ما عنده علاقه بالامكانيات الاقتصاديه ولا بمعدل التطور. هسه انا وانت متابعين مسلسل البرنس، احنا هسه بنسجل ايام مسلسل البرنس. مسلسل البرنس ده فيه المجتمع المصري بيواجه حقائق متردية ومفزعة ومخيفة، لكن ده واقعه بيحكسه بكل أريحية وتلقائية، والناس بتستقبله وبتبدأ تفكر وتبحث وتنتبه عشان شنو؟ عشان تحصل معالجات لاحقا. أي زول بيقول مثلا إنه أنا مفروض لما أطرح المشكلة ولا القضية أطرح معاها المعالجات بيكون مخطئ، لأنه ده ما دوري. المعالجات دي بتكون معالجات جماعية. وأي زول بيقول إنه أنا ما متخصصة بالمجال وما مفروض أتكلم في قضايا اجتماعية سواء البنشور لها يعني والغير البنشور لها، بيكون برضو ما موضوعي في كلامه، لأنه أنا زولة كاتبة صحفية أتحدث في الشأن الاقتصادي وأنا ما عندي علاقة بالاقتصاد. أتحدث في الشأن الرياضي وأنا ما عندي علاقة بالرياضة. فمن باب أولى أنه أنا أتحدث في الشأن الاجتماعي بدون ما يكون عندي علاقة شخصية بالقضية أنا بتكلم فيها. في النهاية الغرض الأساسي هو المصلحة العامة. فإثارة الجدل، نرجع لمحورك اللي أنت بتتكلم عنها، إحنا ما عندنا فيها يد. أو أنا شخصيا دالية دي بالنسبة لي كانت بتكون ردود أفعال بردود أفعال لمبادرات تلقائية.
وانا اعلم انه احنا في العالم اجمع في مؤسسات لصناعه اثاره الجدل لصناعه النجوم عشان تحقق من على ضوءها مكاسب. انا حاخذ منك صناعه النجوم دي بس حاخذها منك طوال عشان امشي تفتكر حنكسب شنو يعني احنا لما نثير الجدل؟ انا الحلقه دي يا جماعه المغزى منها حيتضح لنا في النهايه انه في رساله حتتوجه من كل الشخصيات الموجوده معانا في الاستوديو، وان شاء الله ان شاء الله نصل لمجتمع معافى ان شاء الله. صناعه النجوم احمد الجقر فظيع انت يا اخي، عامل جوطه شديده يا حاج. اه يا اخي مبسوطه منك انا. طب انا حتكلم لك عن نظرتي للشغلانيه دي كلها كده. طيب صاحب الهدف لا تشغله الصراعات. الله اكبر الله اكبر. واختلافي عنهم يقلقهم. يا سلام الله اكبر. تمام. انا دار اتكلم لك عن نقطتين. انا ما بعرف اتكلم زي الدكاتره وكذا. لا 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 طيب هتكلم عن لا لا نقطتين يا طه هتكلم فيهم ده بوجهة نظري انا. ايوه. النقطة الأولى يا طه، في حاجة اسمها واقع، ده بالنسبة لي أنا كفنان. في واقع حياتي وفي واقع اسفيري، كويس؟ بنزل الأغنية الليلة في الواقع الاسفيري، الغيامة بتقوم وتقعد نبز حاجة عجيبة. الأغنية دي ذاتها بقوم بمشي بطلع برا في الحفلة بغنيها مرتين. ايوه. بتصوروا معايا الناس، أفتح الحالات بلقى الناس. طيب انا الا اكون مجنون او غبي عشان اخلي الناس الحقيقيين واقعد التفت للناس اللي يعني واحد قاعد ما قاعد رايق كده المكيف ضارب وخاتي لقهوه يا وهمي يا جر. لا الا اكون غبي ولا مجنون عشان اقوم شنو التفت للناس اللي بيعملوا. فانا واحد من الناس، انا بشوف جمهوريه طه كده شفتها، ده جمهوري بعائله، لكن شفت البرة برا انا صراحه ما عندي له زمان. النقطه الثانيه في الحياه دي، في نوعين من الناس، نوع بينجز ونوع بينبز. النوع البنجز ده يا طه ده ما عنده زمن، ما عنده زمن عشان يقوم ينبز حاجات الناس. النوع البنجز ده لما يلقى زمن بيرتاح فيه ولا بيقعد مع اهله، بيكون وقته مشغول شديد. يعني النوع البنجز ده صراحه اي زول ناجح في حياته ما ببخس حاجه الزول ثاني، لانه غير انه هو كويس، هو ما عنده زمن اصلا يبخس حاجات الناس. الوقت ده بقوم بيفكر في حاجات انه يعمل لي حاجات تنجحه زياده. نجي للنوع البنبز ده، زول قاعد خاتم حوار حياته كلها في نوع زول البنجز، يعني يقعد يفشل يقعد ينبز يقعد بتاع. فانت اسال نفسك سؤال يا زول اللي بتنبز، انت اللي بتنبز ولا اللي بتنجز؟ طيب انت اذا اللي بتنبز انت متين حيتكلموا فيك؟ انت متين حتقعد تتكلم في الناس؟ انت ما تقعد كده وخليك زول عشان الناس تتكلم فيك، كان بالخير كان بالشر. والله انت شايل جوا قلبك كثير خلاص. والله يعني العظيم اشوف يعني هسه الكلام ده منطقي، والله العظيم انا بقول في منطق بس يا طه، لكن والله العظيم انا عن نفسي وقسما بالله العظيم والله شهيد على ذلك، وده رمضان، انا ما شغال بالناس اللي بيردوا مشغله. طيب انا في حته بس دار اقولها ليك، ويعني هي الراي الاخر قد يكون فيه فائده اكبر من الراي اللي بيكون معاك. لا ما انا عشان كده لما تتجاهل كل الاراء ممكن تكون فوتت على نفسك نصيحه وفائده. اكيد انا عندي في ما كل الناس بتنتقد قاصده انها تقلل او تبخس. انا اكيد أيوة. في حياتي في ناس ما بكذبوا علي، في ناس حقيقيين في حياتي، انا في ناس بسيطين بيدوك حاجه العالم ممكن ما يوصلها لك. بالضبط كده. فانت لازم تفتح كل المجالات، اخذ الراي السالب، اخذ الراي السالب ما تتقبله او ما يخش راسك، لكن في السالب ده في زول بينبهك لحاجه انت ما شايفها. اكيد طبعا اكيد الحاجه دي، لكن المشكله الاغلبيه لك لقيتني كيف؟ شغال شغال. الاخ خبير طبعا يا احمد، الاخ خبير في الموضوع. طيب يا جماعه نسمع اغنيه من احمد عشان نلطم الجو الجميل ده اكثر. نغني اغنيه ذاتها هي اثاره الجدل، اغنيه لاثاره الجدل الرقبه ومطلوبه يا احمد ومطلوبه بينبذوها في الفيس ومشي الحفله. بالمناسبه لزمه. بالضبط كده. هل تعلم انها في 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 الكلام لغه الشارع بقت لزمه؟ بالضبط كده. بالرقبه يقول لك بالرقبه بالهجوم الشديد اللي شوف ينبذوها بجاي والناس يسمعوها برا. طيب الناس برا ديل منو ديل؟ ديل منو؟ نسمع بالرقبه ونرجع لكم بعد الفاصل. كلمات عادل هنراوي والحان احمد الجيكر. انا ما بتكلم. نسمع بالرقبه ونرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. اقول ثاني؟
قول كلمات عادل هنراوي والحال احمد الجقر. ايوه هو سيما خلاص خش معانا في الشغل هذا. نسمع بالرقبه. مشاهدي الكرام مرحبا بكم مره ثانيه، ما زلنا متواصلين في برنامجكم استوديو 5 عبر قناه النيل الازرق. ان شاء الله تكونوا مستمتعين معنا ومع ضيوفنا الجميلين. استاذ محمد، اعتقلوك وخط حروبات من 85 و عديد من الانظمه انت كنت مصدر قلق بالنسبه لها، نتفاجئ بانه انت بعيد من الوسط السياسي حاليا او مبتعد عن القياده او عن المشاركه بخبرتك الطويله دي كلها. طيب اول شيء فعلا البروف هو مثير للجدل. ايوه انت لما تنكر الحقائق وتحاول تلوينها وتغبشها وتجيب لها حاجات ما موجوده فيها، دي هنا الحته بتاعت اثاره الجدل. لكن لما انا اتكلم بتلقائيه وعبر عن الراي في بعض القضايا بصوره حقيقيه، دي بتبقى ما فيها اثاره للجدل. وبالتالي الكلام اللي قاله قبل البروف في انه والله الاستغلال ده جاب صوره سلسه وسهله وانه ده نوع من الخداع للشعب السوداني وانه الرئيس السهري ما انجز فيه حاجه، ده كلام لا مقبول لنا كاتحاديين ولا مقبول حتى للحركة الوطنية التي ظلت تناضل وتقاتل يعني منذ ما قبل المهدية وإلى يومنا هذا. وده يعني زور اللي بينكر طبيعة الأشياء. فالاستغلال ده جاء بجهد ومثابرة وبقتال وبنضال، اتبع عدد من الوسائل، فيها وسائل عسكرية حركة 24 على عبد اللطيف، فيها حركات سياسية، وحتى عندما
استطاع الحزب الوطني الاتحادي أن يحوز على الأغلبية الكاسحة واستطاع أن يقدم مشروع الاستقلال الوطني، حدثت ذات جو الاستقلال ده بعض القيادات، ودعنا نسميها بكل شفافية، السيد علي المرغني والسيد عبد الرحمن المهدي، يعني ما عجبهم أنه الرئيس إسماعيل الأسري الجاي من كادر الوسط جاي من عامة الشعب، وهو بالرغم أنه هو أيضا سيد، والسيد لأنه هو جد إسماعيل الولي، أيوة، فما رضوا أنه المثقفين ينجزوا الاستغلال ومن ثم يرفعوا العلم، لذلك ابتدعوا ما عرف في ذلك الوقت بالحكومة القومية، وهي دعوة حق أريد بها باطل، كانوا يريدوا أن يعطلوا الرئيس السري من رفع العلم، لذلك قالوا والله السودان مقبل على الاستغلال، لابد أنه ننجز الاستغلال بوحدة وطنية كاملة وكذا. ده كله كان الفهم شنو؟ أنه الرئيس إسماعيل الأسري ما يرفع العلم، ولكن لعبغرية الأسري التي قد يتجاهلها البعض استغل سؤال طرحوا عليه أحد النواب الجنوبيين، قال لنا إحنا والله الآن شايفين في سماء الخرطوم طائرة أجنبية، هل أنت عقدت اتفاق أو بروتوكول مع أي دولة أجنبية؟ فهنا تجلد عبقرية الرئيس السري، قال لي أنا مهمة حكومتي ثلاثة، تحقيق السودنة وقد تم، وتحقيق الجلاء وقد تم. الكلام ده كان 19 كان يوم 15 ديسمبر اللي هو كان يوم الخميس في البرلمان، قال لي حكومتي عندها ثلاثة مهمات، الجلاء وقد تحقق، السودنة وقد تحققت، ولم يتبقى لي إلا إعلان الاستغلال، وبالتالي أنا ما وقعت أي اتفاق مع أي دولة أجنبية، وأنا أرجو أن تنتهزوا أيها النواب هذه الفرصة وتأتوا ليوم 19 ديسمبر لنعلن استغلال السودان من داخل البرلمان. ما هو الوقت ده الموية كان ماشي تحت الرئيس السري بدعوة عمل لجان من لجنة من حزب الأمة من الوطن الاتحادي، والوطن الاتحادي الوقت ده كان حصل فيه الانشقاق الذي ظهر عقب الاستغلال، ولذلك السيد عبد الرحمن قال يا أخوان أنتوا الرئيس السري ده جادي في المسألة دي، السيد علي الرئيس السري ده جادي في المسألة دي، السيد عبد الرحمن قال له نسهري ده جاد عشان ما نخلي بعدين الشعب السوداني يقول والله نحن وقفنا ضد الاستغلال، قال أوكي. طب أنا حوقفك هنا عشان ما ناخد في السياسة كثير، أنت فت كمال شداد في التصريحات؟ لا لا ابدا، لا والله انت قلت انا افهم زول في الرياضه. لا لا لا، ما في زول بيقول في تصريحات. لا لا لا، ما حقيقه ما في زول ذاته، وحتى كان انا افهم ما بقدر اقول انا أفهم. لكن انت كمال شداد فتوا في التصريحات؟ لا لا ما فتوا، انا شوف انا ما يعني تأتى لي مواقف ما كانت موجوده لاخرين. شوف انا انا شغال عمل سياسي في العام 94، سجلت طارق جاديك للمريخ، وحينها كان الخلاف الكبير بين المصطبة وبين البركة، البركة كان بقودة عصام الحاج، وناس المصطبة دي ناس محمد الياس محجوب، وناس نادر إبراهيم مالك دي عملوا حاجة اسمها النهضة. فقلت لهم يا أخي انتوا كلكم اتحاديين، أنا لما طلعت من المعتقل، الكلام ده أنا 94 معتقل، قالوا لي شوف نحن متابعينك، والله لو طلعت من هنا مشيت تشتغل في الكورة دي نحن حنعرفك. فبحسن نية كده كلنا أولاد مريخ وما في داعي للشغاق والخلاف، كلنا مريخاب إلا واحد، إلا واحد إلا من أبا عارف. فقلت لهم يا أخي نحن ليه مختلفين؟ نحن يا أخي اتحاديين، وحتى في الاتحادين ختمية، يا أخي تعالوا دعونا نولف بين المسائل دي وننجز ما ينفع المريخ والرياضة. فقام طوالي نادر قال لي داري انت سيس السياسة الرياضة، وانا والله ما جيت سيسة، وانا طالع من المعتقل لي شهر، قلت عارف الزول ده بيضيعني. فقمت طوالي بعد ذاك مشيت، انا لما جيت اتحاد الحصعيصة جيت بصراع، صراع كان قوي وصراع عنيف. انا في المرة انا كنت رئيس، يعني لك انت ان تتخيل الرئيس الوحيد في الأندية الولائية اللي بتكون عنده جمعية عمومية مماثلة ومشابهة لجمعية الهلال والمريخ، جمعية لأول مرة يتم حشد، حشدوا لها
الجماعة المخالفين لنا جابوا حشد وجابوا ناس ما عندهم علاقة بالمريخ، ويكون شغل برضو متعمر فيه والمؤتمر الوطني. في النهاية لما نجينا عاينا في الكشوفات، ولكن ذاك أنا كنت رئيس المريخ، العضوية اللي عندنا مفتوحة مسددة عارفيننا. بعد ذاك جينا لقينا عضوية طه، ده من وين ما بنعرفه، داليا دي جات من وين ما بنعرفه، علي بلده دي جا من وين، اخوانا الحاصل شنو؟ قلت لهم اسمعوا، نحن كده الآن الأغلبية المريحة عندنا قالوا هاي. ناديت قاموا من طعنا في العضوية دي انه ده ما مريخاب، يعني في ناس رؤساء نادي ثاني مثلا في البقالة، جينا لقينا عضو معانا في الجمعية. ناديت قالوا لنا نزل المفوض، رد عليه قال نزل مسددين اشتراكاتهم. الله، انا رئيس وامين المال بيعمل شغل من وراي، انا ما عارف. جبت امين المال قلت له انت تعال، نحن وين انت رسوم العضويه بتاعت الناس دي؟ قال لي يا رئيس انا ما عندي اي غير الرسوم بتاعتنا وده دفترنا. جاب لي ايصالات، سبحان الله، ايصالات اظن من الثمانينات. يا سبحان الله. قال لي دي ذات يا رئيس ما ايصالاتنا، ايصالاتنا الماليه يا هدي. قمنا طوالي فتحنا بلاء بتاع تزوير. والله شاهد الله، الحصحيصه دي كلها جات قعدت معي في الصالون، فيه الناس بروف في الجامعه، تخيل انه يرضى روحه انه يكون مطيه وديميه لناس وقضيه هو ما عنده بها سبب، لكن ده الصراع برضه بتاع المؤتمر الوطني وغيره. هو الكلام ده بيقودني لانه يعني ممكن اذا انت كنت مختلف من زول، الكلام ده بيودي لانه يكون فيه زي ما بيقولوا حفر تحت بالضبط. ضل حاصل فعلا، ضل حاصل، ضل حاصل. انت هلالابي وافخر بذلك، افخر بذلك. يا سلام. نعم. هلالابي وافتخر طبعا. طيب حنطلع من الهلال في موضوع كده عن رمضان وفطور في رمضان حيجو اتكلم عنه، لكن بس حاجه بسيطه. شايف استاذ أيوه. محمد جايني براو. اها جايني خاتي براو. نحن هو قال له لا دقيقه هو جايني خاتي براو. انا كنت بتكلم كلام عنه، لكن هو براو حبه يخش في الموضوع ده وعلى نفسي هجنت براغي. في حاجه مهمه جدا في موضوع الاستغلال، حقنا عارف حاجه مهمه على الاقل من وجهه نظري انا، انه الانجليز لو ارادوا ان يبقوا في السودان الى يوم القيامه لبقوا فيه، ما في كلام. ما لا لا ما صح. معلش يا استاذ. الحاجة الثانية انه طلع من البلد دي لمظاهرة الطلبة الانجليز في لندن وليس في الخرطوم. والحاجة الثالثة ودي حاجة مهمة، انه للحركة الاتحادية وللحركة الانصارية ارادوا انه تكون بلدنا بلد حرة او مستغلة. في حزبين فقط ارادوا الاستغلال، الحزب الشيوعي السوداني والحزب الجمهوري السوداني، كان مع الاسف تم سحقهم ومحقهم لانهم دايرين يغطوا على حقائق معينه. ده التزييف، ده التزييف المتعمد للتاريخ اللي قاله الشريف زين العابدين. لك ان تعلم انه الجبهه المعادله للاستغلال للاستعمار رفضت المشروع بتاع الاستغلال وصوتت ضده. الموضوع قلب سياسه، قلب سياسه. لا 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 والامه ده التاج الكبير الثاني. لا لا ما كان الاستغلال الحر انه يكون شعبا هو انا وطه واحد. دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع رمضان، نجي الموضوع بتاع رمضان عشان شايف الاستاذ محمد ده ما يجي اكثر من كده، حسبه هذا يكفيه كده. لا لا دي دخل موضوع رمضان يكون بعدين. دي حاجه مهمه جدا انه احنا في مجالنا الطبي زي ما قال جاي الاستاذ احمد انه بقصه يا جماعه حقه تستمروا في الفيس ده زي ما قلت كان مجنون. يا حاجه ثانيه في كم حاجه ما حق نقولها كلها يا احمد نخليها او حاجه ثانيه برضه، في حاجات ثانيه برضه خليها على جنب كده. في مجال تحصل مرات حاجات غريبه جدا. مره اذكر انا في شغلي فقام جاينا واحد خشش قال له مسدس غير موضوع رمضان، مسدس. فقال لي انا حاقتلك. كتل عديل كده. قلت له ليه؟ قال لي يا اخي انت زول من جاي من امريكا، ده تستعمر انا حاقتلك. قمت قلت له دقيقتين بس، شفت له بطاقه طلعت قام قال لي اسمي ولا لا ظلمتك يا ود العام يا اخي وخلاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه في رمضان احد المرضى كان هو انسان عنده ميول دينيه متطرفه، طبعا دي الايام دي ظاهره. احنا اي حاجه بنعملها بنطش بها هناك طوالي. زي اللي بيفيك عندنا بيفيك لما ينبه هناك. يقول لك مسك عدد. ايوه مسك ومشك. مسك الدرب طوالي. أيوة أيوة. ده شويه تدين لنا يكون كمان زول متطرف جدا. فجاء خاش لي عنده ما شاء الله دقن لحد الواطه.
فقام قال لي يا اخي معاك اخوك المهدي المنتظر. يا سلام. فانا طبعا بالنسبه لي الكلام ده عادي جدا ماشي غريب. قلت له مرحب بك اهلا شرفتنا يا اخي تفضل اقعد عندك كرسي كده ما شاء الله كرسي وسير جدا. قعدوا فيه رسل وانبياء وملائكه وكله قعدوا فيه. فلما قعد كان دون رمضان قال لي عندي لك هديه. قلت له شنو؟ قال لي انا عزمت لك تفطر الليله. يا سلام. هداك الليزي. ايوه وجاب مويه بتاع الصحه. طبعا ما حقول اسمه عشان ما كنت عامل لهم دعايه مجانيه. ايوه اداني لها قال لهم ما شربتها لا اقطعنا راسك. يا سلام. طبعا انا مع الفخ ومع السخانه ديك الضروره تبع المحظورات. فقام قال لي يا اخي دايما انك تهز لي خدمه. قلت له شنو؟ قال لي يا اخي وريني حته ابدا فيها دعوتي. المهدي منتظر معانا. المهدي منتظر معانا يا جماعه. الحاجه فعملت له وانا قال لي وش تشفى وين؟ انت جاي المحل واظن وش عليك دعوه هناك لحد هذه اللحظه. الحاجه الثانيه المهمه في مجالنا برضو يا طه يا استاذ محمد واحمد انه احيانا كثيره جدا الناس يفتكروا انه الطبيب النفسي احيانا مع شغله بيحصل له تاثر بالمرض. بيجيك حاله. لان عندنا في بلدنا يا احمد وهمه كبيره جدا. في وهم كبير بيقول لك يا اخي من 10 قوما 40 يوما صار مين وده وهم اكبر اوهامنا كمان. الكلام ده ما صح. لو عشت معاهم ما 40 سنه 40 سنه بتكون زيهم. اللي تكون زي عندك حاجه في النص. في بطن حرقص براو شنو؟ برقص. مثال. طيب نسوي التوليد. في يوم جاء قال لي انا عندي حمى لو عندي وحم. لا طبعا. حصل؟ اكيد. تاع الاطفال يوم شالوه بالونه او مصاصه. ايوه. قال هو ايش معنى الحاجه هذه عندنا نحن بس؟ لانه مجتمعنا داير شنو؟ يعيش في جو معين. انا لما احلل الناس والله اقول السياسي ده عنده كذا وعنده كذا لما اقول انه اكثر من 90% من الساده السودانيين بما فيهم الاستاذ محمد ذاته غير مؤهلين نفسيا واجتماعيا للحكم يقولوا لا ده كلام ما صح وده كلام شنو؟ والساسه والغاده والزعماء ولسه نشر شنو في الهتافات والاحتفالات. لكن كل معظمهم عندهم اشكالات النرجسيه الخبيثه داء العظمه الحقد الحسد الحافر التنافر عدم قبول الاخر اكثر من مشاكل كثيره جدا تعيقهم عن انهم يقدموا للبلد حاجات كثيره لكن جدا. انا معلش انا معلش الحته دي ما عند السياسيين. انا اقول حاجه احنا قد لينا في مجتمعنا السوداني وحياتنا اننا شعب عملاق لكن دوما والى هذه اللحظه يغضنا الاقزام الى هذه اللحظه في جميع النواحي السياسيه والرياضيه والاقتصاديه ولكن وليس التلفزيونيه. يا سلام. يعني دي حقيقه. انا داير اقول لك حاجه قبل قطعتك. قلت لك انه الموضوع ده ما على نطاق السياسه. الموضوع على نطاق المجتمع السوداني كله. لما تجي لما تجي محتاجين لاخصائي نفسي سياسي يقول لك والله يا اخي انا عملوا لي عمل دزون نصيح. ولا عمل لي عمل دزون نصيح يا اخي دزون نصيح دزون نصيح. هل تعلم انه في حكوماتنا المتعاقبه كان في درجه عاليه من كره الاخرين؟ كان في رؤساء وزراء بيمشوا لمؤتمرات رئيس الوزراء يمشي براه والرئيس يمشي براه ما يتكلموا مع بعض. القمه العربيه الامم المتحده يمشي الرئيس براه والنائب بتاعه براه لانه ما انا اكون انا امشي الثاني شنو؟ الثاني ما يمشي. حب الذات اعلاء النفس عدم قبول الاخر تعميش التاريخ. مجتمعنا كله درسونا في التاريخ شنو يا استاذ داليا انه الفونج والعبد الله عملوا تحالف في 1504 وهذا الكلام لمن لا يعلم غير صحيح. واحدة من برد تزوير التاريخ الذي ينكره من اراد انه ينكره. الفونج وسلطنة الزرقاء وسنار كلها سموها في لحظه واحده باسم واحد. هل يعقل هذا الكلام؟ الحاصل شنو؟ انه عمار بن قزة عليه الرحمه لما جاء كان ملك متوج على مملكة عمرها 700 سنة لما جاء وعمل إذن فقط للإقامة والعمل للعبد الله. لكن إحنا دارين
ما دارين كده، دارين يكون تحالف، ما دارين كلمة إذن دي شوية كده تاخذ معانا جنبها، دارين شنو نعملوا تحالف ونعملوا إنه كان في مساواة، لكن هذا الكلام غير صحيح. هو كان ملك متوقع على المملكة عمرها 700 سنة في الأنقسة النيل الأزرق، وده بس غيط مين فيض، خلي موضوع على الاستغلال وحفل الشاي الذي تم في 1156 موسوعة يا أخي والله ما شاء الله. لا لا هو طبعا بالمناسبة يعني نقضوا أئمة المساجد الناس المؤمنين، لكن ده رجل ده رجل الأستاذة داليا. داليا عندك تصريح غريب، أنت قلتي لو اتعرض لك أنك يعني تشكلي زي ما بقولوا يعني جاتك دعوة من حزب الشيطان، ولو الدعوة دي كان فيها مصلحة لأولادي أنا بلبي الدعوة. هو كان طبعا من باب المبالغة، لكن أنا لازلت أؤكد لأنه دي كانت إجابة على اتهام متواصل بأنه أنا يعني بنتمي للحزب الحاكم السابق اللي هو المؤتمر الوطني، ففي تهمة زي دي تظلت لاحق منه، يعني رغم أنه أنا نفيتها باستمراره على سنوات متباعدة، ما عشان مثلا أنا عندي مشكلة، أنا لو كنت مؤتمر وطني أو عندي أي قناعات حزبية ما كان في سبب بخليني أتورع عن أنه أنا أجاهر وأدافع عن قناعاتي ومعتقداتي، لكن أنا لا حزب أمة لا مؤتمر وطني لا اتحاد ديمقراطي، أنا مع حزب الرغيف، الرغيف الواحد المرة فيه ومرة ما في ده، أنا مع الشعب البسيط، لأنه أنا يا طه رغم من أنه أهلك اتحادين خدمية، ليس الفتى من قال كان أبي، لا من الفتى ما قالها أنا، لا الفتى يقول كان أبي فصراحة يعني أنا في اعتقادي البسيط والمتواضع أنه السياسة في 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 بلدنا لسه أنا عندي عليها تحفظات عموما، ولا ترقى لمستوى أنك أنت يعني تهب حياتك كلها لأنك أنت تكون مجرد سياسي عشان تحقق أو لا تحقق، خليه على جنب موضوع السياسة ده، ناس من قبل منزعجة ومتضجرة من محمد ومن الدكتور علي، لكن ما جيت وأنا فأنا لما قلت الكلام ده يا طه قلته عشان الناس كانت بتقول، لما أنا بسأل بقول يا جماعة هل أنا كنت عندي بطاقة عضوية حزبية، هل أنا كنت في منصب قيادي، هل أنا كنت في وظيفة حزبية، هل شفتوا لي شغلة غير كتاباتي في الجرائد اللي هو عمودي الواحد الشائلة ولي 10 سنة ولا فبي من جريدة إلى جريدة، ده أنا ما عندي شغلة غير، ولا عندي بيزنس خاص، لا عندي وظيفة لا حكومية. لا أنت مشهورة بعلاقاتك، مشهورة بأنه عندك علاقات مع يعني أصحاب رؤوس الأموال ويعني وجهاء المجتمع. أكمل لك الجزئية بتاع حزب الشيطان دي عشان ما تقوم تبقى لي قصة. فأنا قمت قلت لهم أنه أنا قالوا لي أنت بتمشي بتشاركي في احتفالاتهم وفي بتستجيبي لدعواتهم وبتكوني في متواجدة في مهرجاناتهم وفي فعالياتهم الحزبية. قلت لهم أنا فرضت نفسي عليهم بمنتوجي الكتابي، لما أنت تجي تقول لي هسا أنا طه قال لي تعالي الحلقة دي، أقوم أقول لهم لا لا والله طه سليمان ده بعد سنتين حيعتزل الفن وحاهنا أنا ما حامشي أشارك معه في الحلقة، ما بقول كده لأنه أنا أساسا شغلتي الأساسية اللي أنا بأكل بها أولادي عيش فعلا وبأكد على الفكرة دي، وأنا زولة محمولة ومسؤولة من 5 أطفال مسؤولية كاملة، دي تفاصيل شخصية بتعنيني، أنا مضطرة أنه أنا أشتغل عشان أجيب لي أولادي وأستر حالهم وأستر حالي. فلو جاني حزب الشيطان قال لي تعالي يا داليا الياس شاركي في مهرجان الشيطان العالمي وأقري لنا قصيدة ضد التقاليد وضد الحاجات دي، أنت لما تقولي كده تطلق تصريح زي ده بتدي حق، لانه انت ممكن حتى لو الحاجه كانت طه ضد منو ما كان شغال مع النظام السابق، منو ما كان شغال، لا هو النظام السابق ده مش يعني مع 30 سنة دي مستحيل، يعني انت ما ممكن تجي تقول لي انت يا دارياس ليه شاركتي في فعاليات، ده انا بعتقد انه ده ذاته يعني ده اتهام ساذج شديد، انت زول لا مسؤول عني لا عارف تفاصيلي لا بتقدم لي اي حاجه، تيجي تقول لي لا ما مفروض كان تمشي تشاركي عشان انا ما اجي لاحقا احسبك عليهم حزبيا، انت من ذاته عشان تحسبني طيب ولا ما تحسبني. انت خدتي نفسك في حته انه انت قدوه، رايك اللي بتقوليه وده في ناس بيتاثروا به، انا قبل ما اقول قدوه انا مثلا قدوه دي بالمناسبه عندي على تحفظات أيوه. وهسه من حلقتي معاك دي انا ما طرح نفسي قدوه، لا انا ما طرح نفسي ابيتي شئت ام ابيتي إن أيوه. انت اذا افترضت انه انا قدوه مفروض بالمقابل انت ذاتك تديني الحق في انه انا اكون بني ادم عادي زيك، انا ما انسان، انا عندي مشاعر وعندي مشاكل وعندي ازمات وبكون أيوة. مستاء وبكون مدبرس وبكون مفلس وبكون عندي طفل عيان وبتكون امي عيانه، انت ليه ده كله بتخطه على الجنب وعاوزني انا اكون قديس وراهبه وزوله كده طالعه لابسه ثوب المثاليه ومترفعه على كل الصغائر، ما في الرسل ما كانوا يعني الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما في زول ما عنده اخفاقات ما عنده هفوات ما عنده اشكالات ما عنده ازمات داخليه، انت ما ممكن يعني
تجي تقرر فجأة انك انت ترفعني لمستوى الملائكة برغمي، وتفترض انه انا لازم اتعامل بالطريقة اللي بترضيك انت، وانت ذاتك ما بتطبق الحياة دي في نفسك. انا انت بتفترض انه انا قدوة ومفروض اقدم شيء معين بتطلبه مني وبترجوه مني، وانت في نفسك ما بتطبقه. احنا يا طه مشكلتنا بالجد، انا كلمة حزب الشيطان دي قلتها احتباطا وقلتها في لحظة انفعالي عشان بكره ما يستلموني بها، بيجينا ذاته والله بيجينا ذاته نتكلم واحنا بنتلفل. انا قلتها ساي من باب الانفعال ومن باب المبالغة ومن باب ضرب المثل، لكن ده رجع لكلامك القبيل بتاع انه احنا بالجد مشكلتنا يا محمد ويا دكتور علي لا سياسية لا اقتصادية، احنا مشكلتنا مشكلة بني ادم. ايوه البني ادم السوداني لا يقبل الاخر، وانا انا هنا بعممه، ما تقولي تبعيض، بعممه بكامل قواي العقلية. احنا جوانا دائما في نقطة رمادية بعيدة لا نقبل الاخر، بننزعج جدا من نجاحات الناس. اي رأي ضدك معناته عدوك، عدوك، وبتتعامل معه بعدائية ما مبررة، رغم انه قد تكون المصالح ما بتتقاطع، قد تكون انت ما متضرر من كلامي ده باي شكل. يعني هسه نرجع يا دائما للموضوع اللي تكلمنا عنه، يعني انا لما اطلقت التصريح المعني، ما دار اقول ذاته اسمه، لما اطلقت عارفينه يعني وهو للاسف الشديد، يعني انا لي 10 سنوات بتكلم في اكثر من موضوع الناس بس مسكت فيه ده، وفي ناس عرفتني عن طريقه هو بس. فانا لما قلت الكلام ده، انا ما كان زي ما قلت لك قبل عندي قصد سيء، لا حتى ما كانت حاجة شخصية. يعني أنا لو كانت دي مشكلتي الشخصية يا دكتور علي، هل تعتقد إنه أنا باعتبار إنه ربنا سبحانه وتعالى كتب لي إنه أنا أبقى دالي الياس إكس من الناس في المجتمع، وزول إعلامية وزول زي ما قال طه برضو فرضت نفسي على الرجال الأعمال، على الساسة، على سيدات الأعمال، على زي ما يقولوا خبرات التجميل، لأني أنا دالي الياس، لأنه أنا عملت نفسي دالي الياس، حتى بعد ذاك فرضت نفسي عليهم وهم يختاروا مين وهم يتوددوا لي، ما انا اللي قاعد امشي اتودد اليوم. هل انا محتاجه انه انا امشي اطلع لي في يوتيوب عشان افتش لي عن حل لمشكله بتخصني؟ انت المفترض السؤال ده انت ليه وجهتيه للاخصائي النفسي؟ هاي النفسيه دي لا نفسي انا مع المذيع يا جماعه، بس هيك انت عايز تحليل نفسي يا صريح ما يسماش ده، ما يسماش صريح ما يسماش ده، ايوه ذاتك من عقد نفسيه يعني فيها يعني صح. يعني ما ممكن يعني بتفكير بسيط، هل يا البني ادم البسيط انا محتاج امشي افتش الحل لمشكلتي الشخصيه اذا انا زوله منحرفه سلوكيا ولا عندي مشكله شخصيه او عندي نقص ما امشي افتشه عن طريق طرح في اليوتيوب؟ لا يعقد ده كلام لا ما ممكن. دي بالمناسبه تعمل لها موعد بكره في العياده تجي. ما في براك لازم الموضوع ده ما انا حاسك قلت لي 4 زباين الليله. احمد الجيجي المريض النفسي، المريض النفسي الخامس هو ده المريض النفسي. يا احمد يا طه انا عايزه اقول حاجه، رزقني يغوص. انا قاعد اتكلم عن جزئيه انه يعني عدم تقبل الاخر دي، واحنا طبعا متعودين انه طه لما يجيبنا قاعد يفشنا، قد نكون شويه منفعلين الان في كلامنا. عدم تقبل الاخر، انت لما تكون مختلف مع الاخر ما لازم تسيئه، ما لازم تجرحه، ما لازم تكسر خاطره. البني ادم السوي، وانا بقول البني ادم السوي المتوازن نفسيا العايش في تمام الانسانيه اللي عنده اخلاق ومبادئ ومتربي في بيتهم صح، ما بيختلف مع الاخر بالاساءه او بالنبذ. المتوازن نفسيا، المتوازن نفسيا السوي، انا مصر على السوي دي. يا جماعه الكل قاعد يجوني بيرجعوا لك، جيبك قاعد يجوني ما كان قاعد اقول لك انا قاعد اتناقش لي نقاش موضوعي، تختلف معاي عبير تقول لي كلامك ده انا عندي فيه راي وكلامك ده غلط. انا كلامي ده عايز عشان مساحه الزمن بتاعت عايزك بعدين بس تديني له في 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 كبسوله تديها للمشاهد. بندردش ونحكي عن احوالنا والراي بقلبي عفويه، عن احوالنا والراي بقلبي عفويه. احمد الجقر، انت قدمت برنامج وهسه حاليا برضه الموضوع ده عامل جوطه، ال 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 رؤيتك شنو؟ هل انت نجحت؟ هل انت قدمت حاجه اضافه لك في الكارير؟ شوف الكارير دي، رايك شنو يا دكتور؟ ما شاء الله. طيب انا بس دار استاذنك قبل السؤال ده، بس اتكلم في حاجه بسيطه بس ما كثير، لا ما كثير، انا ما بنضم كثير. آي. المذاكره ده كمله لين كمل الكلام المذاكره كويس. قبل سنتين عملت كليب اسمه سنة سعيدة. سنة سعيدة ده يا دكتور بيتكلم عن انه انا زوجتي بتطلع الصباح بتمشي الشغل، انا بقوم ما بمشي الشغل بضرب للمدير بقول له يا اخي انا الليلة عيد ميلاد المدام،
بس اديني فرصه على اساس انه انا اقدر اعمل لها عيد ميلاد كويس. لحد الموضوع ده هنا انا نهايه الكليب، بعد ذاك انا واولادي بنجهز البيت ونعمل جوطه كده، بتجي بتنبسط بالموضوع ده. التورته جبتها من تورته من البيت السوري دعايه. المهم فعملت الكليب ده، في النهايه قلت رساله انه يا اخي احترموهم حبوهم، حاجات بسيطه بتعجبهم، حاجات بسيطه برضو بتزعجهم، وحبوا زوجاتكم وكده. الكلام ده كنت بقول فيه بالعربي وتحت ترجع بالانجليزي. أيوه. كويس. الكليب نزلته في صفحه ما متذكر اسمها، نزلت الكليب تتمسخر، يعني كتبت انه مثلا تعالوا شوفوا شاروخان السودان يا اخواننا. أيوه. العوارع. عينت طال الموضوع كده ومشيت. بعد يومين، بعد اسبوع يا طه، لما جيت راجع للبوست لقيت انه المشاهده 10 مليون 10 مليون. طيب فدي مشاهدة في اسبوع. اي في اسبوع تعالى نصفر كوب الممتلئ طوال بالضبط. أيوة كده. أيوة. يعني في اسبوع انا قلت ليه كيف يعني، دي حاجة صعبة انه تعمل انت في اسبوع مشاهد 10 مليون. قلت في something wrong حاصل في الموضوع ده يا ردي شديد. What? Something wrong baby. Yeah. yeah. فسبحان الله لما جيت دخلت التعليق يعني لقيت مثلا 70,000 تعليق. 70,000 تعليق، كان منهم 1,000 تعليق يا دكتور سودانيين يا وهمي يا أخي التعيان. لكن في 60,000 تعليق. 60,000 تعليق شنو يا طه؟ وقسما بالله العظيم عرب، إنجليز، باكستان، هنود. أنا بشيل الكومنت بعمل له وترجمة لأنه إنجليزيني ما شغال يا أحد. العربي بتاعك تعبان. العربي تعبان. العربي بتاعك تعبان شوية. فبعمل يعني تخيل إنه الحاجة دي عجبت الناس برا وبيقولوا، يعني أنا من التعليقات اللي بقراها إنه شوفوا الراجل السوداني بيهتم بالمرأة كيف. ده بالإنجليزي ده مرسي. بالباكستاني. فيلا للأسف الشديد إنه ناس بلدك بتدوق كده وناس برا بيعجب الحاجات. برنامج الكوره واطايا حق. ايوه. برنامج انا عملته وانا هنا هستضيفك بالمناسبه. ناس كتار قالوا لي جيب لنا طه. طه ده لو ما جاء معناه ما داري خط الكوره واطا. لا 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 انت عارفني كمان انا. مساله الكوره دي انت بتتعب معي. انا احسن اوف سايد. يا سلام يا سلام. وحياه قوتك. برنامج الكوره واطا الحمد لله انا شايفه نجح، لانه انا النجاح بالنسبه لي مشاهده. أكيد. أي فالمشاهدة كانت عالية شديد، وأنا بحصر على اليوتيوب أكثر من الفيسبوك والإنستغرام. أيوة قروش الفلس. أيوة بدخل قروش. ثاني أيوة. حاجة الناس بتعلق بتدعم الصح. هذا ده إثارة الجدل المفيدة. بالضبط. أحلى إن إحنا. هم الناس. قروش إثارة الجدل. يا طه هم لو عارفين إنه نبز ده بجيب قروش ما حينبزوا ثاني. طيب ما تسكت أنت عوير. ما نبزوا. أنت ود عوير ولا فالحمد لله انه البرنامج انا في نظري نجح، لانه انا طلعت الشارع ولقيت ان الناس كلها حضرته، مع انه هو على السوشيال ميديا فقط. راضي عن نفسك؟ راضي عن نفسك؟ هو النجاح يا جماعه، النجاح انك لما تصل لمرحله الرضا عن النفس. الحمد لله. انا ده رايي الشخصي، انت وصلت لانك راضي عن نفسك ورضا. ابقى انت نجحت. مقياس النجاح، مقياس النجاح هو الشارع وليس الميديا. بالضبط كده. وليس بالضبط الصحفيين كده. وليس النقاش. بس. النجاح في أي مجال هو الشارع العام. بالضبط. أنا يا جماعة سعيد جدا جدا بأنه كانوا معي ضيوف قمة في الإثارة، قمة في الجمال. في آخر جزء من حلقتنا الليلة حابي أديك فرصة صغيرة تقول كلمة للمشاهد ورسالة أستاذ محمد. بس اكمل جزئيه انه المجموعه الحاكمه للاتحاد السوداني لكره القدم، لكن كده نحن دي انا اسستها مع اخرين. وبعد ذاك تدخل المؤتمر الوطني وجهاز الامن واختطفوا المجموعه دي، فانا تركت لهم الجمل بما حمل. كويس. وبعد ذاك جهاز الامن فتح في نبلاغ، اضطريت انه اخذت 3 شهور زغت زي ما تقول في مصر. وجيت راجع السودان، وبالتالي كنت خارج دائره الصراع الانتخابي. فأنا سعيد جدا أن أكون موجود بينك في هذا البرنامج الشيق، وأكثر سعادة أنه تمت استضافتي مع البروف المثير حقا للجدل بروف علي. بالمناسبة هو برضو من منطقتنا في الشمالية، وأخوتنا الأستاذة داليا الياس وأخونا الأستاذ أحمد الجقير، ونتمنى أنه نلتقي دوما فيما يفيد الشعب السوري. إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة داليا. طيب أنا عايزة أقول للشعب السوداني أول حاجة العفو والعافية. أنا من خلال استوديو 5 بعترف أنه قد أكون أخفقت في اختيار المنبر المناسب للحديث عن قضية اجتماعية حقيقية
والهدف الأساسي منها كان لفت النظر وفتح العيون على أولادنا وإنه إحنا نهتم بهم. وأنا في كلامي دائما بقول أبقوا 10 على أولادكم، أبقوا 10 على أولادكم، ولازم تبأكد على الجزئية دي. لكن ده ما بيمنع إنه إحنا فعلا مهمومين بالإنسان السوداني، مهمومين بأنه إحنا عايزينه يكون مرتاح، عايزينه يكون سعيد، عايزين الضغوطات تقل شوية. يعني إذا كان إحنا لسه بنعاني من الفقر والأزمات العلاجية والأزمات التعليمية، على الأقل إحنا نجبر خاطر بعض ونتراحم ونتعاضد، وفي إطار المجتمع نكون يعني في ظهر بعض. ومن هنا أنا بس ببعث نداء وبرسل نداء لكل السيدات السودانيات، الهاجموني أكثر مما هاجموني الرجال، ودي ذاتها يعني كانت بالنسبة لي حاجة قد تكون يعني نقطة توقف. لفتت نظري يعني يعني أنا كنت بتمنى إنه النساء يكونوا دائما في ظهر بعض على الأقل، لأنهم هم المفترض إنهم يعني مغلات في العاطفة، والعاطفة دي بتخليك إنسان مرهف ومعدل إنسانية عندك عالي. الجزئية المهمة لما تختلفوا معانا يعني تفاصيل حياتنا الشخصية ما عندها علاقة، أولادنا ما عندهم ذنب. اختلف معي في الرأي، اختلف معي في الفكرة، اختلف معي من حيث المبدأ، ولكن خلي اختلافك معي دائما اختلاف محترم عشانك انت ما عشاني. يلا نحن بنختلف معك بس في حتة الزمن هنا يا أستاذة. يلا انا الموضوع يا طهد انا اقول جزئية مهمة، الردم ما بيقتل، ما بيقطع رزق، ما بيمسك الهوى، بالعكس بتكون عنده إفرازات إيجابية بالمناسبة. فعشان كده خليكم موضوعين، خليكم منطقيين، عشان احنا كلنا نعيش في سلام اجتماعي ونمشي لقدام ونبنى. أحمد الجقر رسالة؟ مقطع دي كبسولة وانت مقطع. طيب أنا رسالتي صراحة لكل الشعب السوداني بقول لهم يا أخواننا، نحن كفنانين أو أنا كفنان، الردم والحاجات دي ما بتأثر فيني، لأنه ربنا هباني برود زي الإسكيمو يا حاج، ما شغال بالموضوع الشغلة. لكن إخواننا الفنان ما أحمد الجقر براوة، الفنان عنده أخوانه، عنده أصحابه، عنده أمه، عنده أبوه، عنده أولاده. يا أخي لما تخش في الحاجات الشخصية بجد الموضوع ده كعب شديد. انتقدني في الموضوع اللي أنا جيت أجيبه بالضبط كده. فخد إنت لما تيجي تردم يا خد بس الزول ده يا أخي عنده أخوانه قاعدين يقروا الموضوع ده، عنده أبناء يا وعنده. خد نفسك في حتته بس. خد نفسك في حتته بس. فيلا الرسالة وصلت. الرسالة وصلت. أنا مية مية. بروف علي بلده كبسولة. بس في كلمتين بس. أو الرشيد. بقول حاجة بسيطة، إنه إحنا شعبنا يحتاج لسه إلى إيغاز، إنه يصحى من غيبوبة متعمد عاش لسنين طويلة. إحنا لسه بنعاني من حاجات كثيرة جدا محتاجة تصحيح في مفاهيمنا في سلوكنا، وعندنا لسه فرمالات عايشين فيها مجتمع الطهارة والسلام والمحبة والتقبل، ده كله أوهام سودانية مزمنة. وبقول لكل زول ده يردم، أردموا ما أنتم رادمون، أردموا ما أنتم رادمون. نحن يا جماعة هنا ما دار نردم، دارين نقول لهم، دارين نقول لهم إنه هذا الردم أيضا يعتبر إخراج لطاقة سالبة، بدل ما تكون يعني إساءة في البيت وعنف لفظي وعنف معنوي وسالي، اللي بيحسن نزول يطلع ما في نفسه في النهاية كل ينبي ما فيه ينضح. نعم. شكرا لكم كثير ضيوفي الأعزاء، شكرا لكم مشاهدي قناة النيل الأزرق، كنت سعيد جدا جدا معاكم في استوديو 5، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة. المثير للجدل طه سليمان. الغريبة كنت خايف إنه واحد يسألني أي سؤال كده ولا كده وعدد على خير الحمد لله. هاي ما أنا كنت قاصر. أنا عايز أقول بس يا طه أنا بتعلم منك صراحة. يا أخي يديك العافية. يا سلام. بتعلم معاك كيف تكون زول ناجح، كيف زول ترمي ورا ظهرك، كيف تمشي لقدام. يا أخي يديك العافية. الله يخليك. والله الكلام ده قاعد أقوله كثير. ردود أفعالك كلها ردود أفعال يعني الناس تتعلم منها صراحة. أكيد إنسان مختلف يعني. يا سلام فجأة كده حسيت. حسيت أنا بالمناسبة العبرخة أنا قد إيه والله العظيم. إلى أن نلتقي نخلينا أو كلنا نكون مع بعض أغنية يا كلمة، ودي بهدية للمشاهدين ولضيوفي الكرام، وهي حاجة عشان نبرد المود كده ونهدى ونكون ريلاكس تمام بالضبط. يا كلمه كلمات الاستاذ احمد بارود، الحان الاستاذ ناصر عبد العزيز. يا سلام. Thank you.
كلمة وصيت بدياري وأحلى نسمة الخريف لكل حارة تودي شوقي واحضن القلب العطوف يا كلمة قصيتك دياري وأحلى نسمة الخريف لكل حارة تودي شوقي واحضن القلب العطوف كل شارع أمشي فيه كل شارع أمشي فيه تتعب فيك حروف فيك حروف في مدى الأزهار مجيلك في مدى الأزهار مجيلك واذكر عشت فيه